ولا حظ. وانطلقت الآن الجياد في شوطها العاشر على كأس وزارة الدفاع الفئة الثالثة السعودية لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر 3 سنوات من مختلف الدرجات وعلى مسافة 1800 متر. قيمة الجائزة 100,000 ريال وبمشاركة انتبه ميقوع وبلورود ونجم البارق وبسالة والوسم وصنان ونجم المغترة ومشيب وانظر النجم وقداد. والصدارة لصنان متابعة من انتبه في المركز الثاني بالإضافة إلى محاولات مشيب على ما يبدو في هذه اللحظات في المركز الثالث وأيضا ميقوع من الخارج في المركز الرابع وأيضا للجواد الوسم من الداخل بالإضافة إلى النجم البارق وبسالة وأيضا بالورود من الخارج في أقصى الخارج بالإضافة إلى نجم المغترة. والصدارة لصنان في المركز الأول وسقوط لأحد الجياد. نتمنى السلامة للجواد والخيال وتقدم الآن في هذه اللحظات في المركز الأول لصنان متقدم ومحاولات أيضا من الجواد الوسم من الداخل بالإضافة إلى بسالة من الخارج وأبا الورود يتقدم بالإضافة إلى ميقوع. في هذه الأثناء دخلت الجياد إلى منطقة الطريق المستقيم وبسالة تتقدم الآن في المركز الأول في هذه اللحظات. بسالة تنفرد بالصدارة ما شاء الله مع كاميلو سفينة وبفرق كبير من الأطوال. كأس وزارة الدفاع هل يذهب إلى اسطبل ابناء الملك عبدالله مع تقدم بسالة وفرادتها بالصدارة ما شاء الله لقوة الله بالله قداد وبسالة إلى خط النهاية. ألف مبروك. إذا ابنة الفحل التسق والأم الفيضة ابنة فلانينغهام بسالة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المدرب نيكولاس باكالارد والخيال.